الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية إن الموازنات السابقة كانت أغلبها موازنات تعويضية، أي توزيع رواتب بدلا عن الخدمات العامة المجانية وتحويلها إلى خدمات خاصة مثل الكهرباء والماء، وهذا يعد تقصيرا بحد ذاته في إعداد الموازنات العامة. وأضاف أن السياسة المالية للحكومة جاءت بنتائج وصفها حسب قوله بالإيجابية، لافتا إلى أن هذا التغيير يجب ألا يستمر لمدة طويلة لأن ذلك سيؤثر على عامة أفراد المجتمع. قال النائب عن محافظة نينوى مزاحم الخياط أن العراق خسر تريليونا و200 مليار دينار عراقي كانت مخصصة كقروض من ثلاث دول مانحة. وأوضح النائب أن هذا المبلغ كان مقدما كقروض من ثلاث دول مانحة هي الكويت وفرنسا وتركيا، وكان القرضان الكويتي والتركي مخصصين لإعادة بناء أكبر مستشفيات الموصل، بينما كان القرض الفرنسي مخصصا لمطار الموصل. أضاف النائب أن عدم متابعة الوزارات المعنية لملفات هذه القروض والتواصل مع الدول المانحة لها أضاع القروض برغم حاجة الموصل الماسة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. كشف النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري عن وجود خروقات ومخالفات بتشغيل العمالة في حقل غرب القرنة الثاني النفطي. وأكد الجابري وجود عمالة أجنبية تعمل في حقل غرب القرنة الثاني باختصاصات متوفرة محليا مع وجود المحسوبية في التشغيل، بحيث لم يعلن عن وجود وظائف عبر مكتب التشغيل المركزي في البصرة. وأكد أن هناك عددا كبيرا في العمالة الأجنبية على حساب العمالة العراقية، إلى جانب الفوارق الكبيرة بين أجور العمالة الأجنبية والعمالة المحلية. قال معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط غسان الخفاجي إن ارتفاع الأسعار تسبب بعزوف الصناعيين عن إكمال متطلبات التعاقد مع على قطع أراضي المدينة الصناعية في المحافظة. وشدد الخفاجي على ضرورة مخاطبة هيئة المدن الصناعية في وزارة الصناعة لإعادة النظر بتقدير إيجارات هذه الأراضي بحسب مجاوراتها من المصانع والمعامل. ونوه كذلك إلى أن الهدف من المدينة الصناعية هذه كان دفع العملية التنموية في المحافظة وتوفير فرص العمل والوظائف لأبنائها، فضلا عن طرح المنتوج المحلي للسوق العراقية. قال مازن أكرم مدير ناحية منديلي شرقي ديالى إن الناحية التي تضم مساحات كبيرة من بساتين التمور ذات الأصناف العالية منها القرنفل الأسود ستدخل الطريق المظلم بسبب الجفاف. أضاف أنه على الرغم من توفر الآبار الارتوازية في الناحية الحدودية مع إيران، إلا أن تلك الآبار غير كافية تماما لتأمين المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. وأضاف أن وضع البساتين خلال الصيف سيكون صعبا للغاية في ظل انخفاض الإيرادات المائية، محذرا من فقدان مندلي بساتين تمور عمرها عقود من الزمن. أترككم مع أسعار العملات. إلى اللقاء.